مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة بعنوان مشاكل التربة والتصحر. ظاهرة التصحر كتأثر على ما يقرب من 90% من التربة بالمغرب بسبب عوامل تعرية والتلوث وهشاشة نوعية التربة، بالإضافة لبساطة الحياة في البادية، بحيث أن سكان البادية كيستغلوا الأرض أكثر من اللازم. عوامل الطقس زائد الاستغلال المفرط الزائد أو غير المناسب للأراضي اللي كيؤدي لاستنزاف التربة، إزالة الغابات اللي كتعمل على تماسك تربة الأرض، والرعي الجائر اللي كيؤدي لحرمان الأراضي من الحشائج ديالها وأساليب الري الرديئة، كلها عوامل وسلوكات كتحول مساحات واسعة خصبة وعالية الإنتاج إلى مساحات فقيرة بالحياة النباتية والحيوانية، وكيساهم بشكل كبير في التصحر. نشوف الآن رأي مختص في مجال حماية التربة. التصحر هو كما يعني التعريف دياله هو تدهور الأراضي في المناطق الجافة والشبه الجافة، وبهذا المعطى هذا كنشوف بأنه المغرب كيتواجد ثلثين ديال المجال دياله في هذه الظروف هذه الطبيعية، لذا فهو مهدد بالتصحر بشكل كبير. والتصحر إما عن طريق الترمول، عن طريق يعني تدهور الغطاء الغابوي، وعن طريق يعني قلة وشحة المياه. شنو هي التدابير والاحتياطات اللي اتخذتها الدولة بهدف التقليص من مشاكل التصحر؟ الاستراتيجية المعتمدة طبقا للمخطط الوطني لمكافحة التصحر كتعتمد على ثلاثة ديال المرتكزات أساسية. المرتكز الأول وهو المدخل المجالي، وهذا المدخل المجالي بالنسبة للمغرب عندنا 8 ديال المناطق متجانسة، يعني فيها نفس الإشكالية ديال تدهور الأراضي. والمرتكز الثاني وهو الاستعمال ديال المجال، وهنا بالنسبة للسياسات كاين هناك يعني توحيد السياسة بالنسبة لهذه المناطق المتجانسة. والمرتكز الثالث وهو التحسيس والتوعية بهذه المشكلة. ما نساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعاً.